أهلا بكم. أحكم الجيش الوطني سيطرته على مدينة حيز التي تعد ثاني مدينة تحرر من ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة بعد مدينة الخوخة. كان رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي قد أعلن استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير الحديدة من الميليشيا الانقلابية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش تحرير مدينة حيز في محورين: الأول طبيعة المعارك الدائرة في حيز وريف الحديدة، والثاني هل يمهد تحرير حيز لتحرير مدينة الحديدة ومينائها؟ إذن حررت قوات الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي مديرية حيز. تتزامن المعارك الدائرة في الحديدة مع تأكيد التحالف العربي على استمرار تهديد ميليشيا الحوثي للملاحة البحرية من محافظة الحديدة. نتابع وإياكم مشاهدين هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. حيز تعيش يومها الأول بعد التحرير، مهمة استغرقت أكثر من شهرين. دخل بعدها الجيش هذه المدينة الواقعة على مفترق طرق هام يصل محافظة الحديدة بكل من محافظتي تعز وإب. أحكم الجيش سيطرته على ثاني أهم مدينة في محافظة الحديدة بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة التي تركز معظمها في محيط المجمع الحكومي وإدارة أمن مديرية حيز. جاء ذلك بعد أن تقدمت وحدات قوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية من الجهة الجنوبية للمدينة. الضغط العسكري الهائل بالإضافة إلى التدخل النوعي لطيران الأباتشي أجبر العشرات من مسلحي الميليشيا الحوثية على الفرار، مخلفين وراءهم هزيمة نكراء أخرى في هذه الجبهة الواقعة على الساحل الغربي لليمن. تكمن الأهمية الاستراتيجية لتحرير حيز بنظر المراقبين في أنها أصابت الميليشيا بشلل كبير وعطلت المفعول القتالي للانتشار المسلح للميليشيا في المناطق الشمالية الغربية لمحافظة تعز المجاورة للحديدة من الناحية الجنوبية، خصوصا في موزع والوازعية ومقبنة، بالإضافة إلى الانتشار الحالي للميليشيا في المناطق الممتدة على طول الخط بين تعز والحديدة، خصوصا في البرح وهجدة والرمادة. وتشير المصادر الميدانية إلى أن الجيش والمقاومة يفرضان حاليا سيطرتهما على مفرق حيز العدين إلى الشمال من مدينة حيز، ويواصلان التقدم باتجاه شمال المدينة المحررة ويخترقون صفوف الميليشيا في مشارف الجراح وسط اشتباكات عنيفة. يأتي ذلك فيما انتشرت وحدات القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف في ميناء الحيمة الواقع على البحر الأحمر. ومع انحسار المعارك عن مدينة حيز تبرز الأولويات الإنسانية والإغاثية وأهمية تطبيع الأوضاع في هذه المدينة، وفي المقدمة من ذلك إعادة تأهيل المستشفى الوحيد الذي تعرض للدمار والنهب على أيدي الميليشيا المندحرة، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات الأساسية لسكان المدينة الذين عاشوا لحظات صعبة وعسيرة خلال الفترة الماضية. مجددا ترحيبكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بركن توجيه المقاومة التهامية محمد شلي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الحديدة. أهلا بك. ضعنا بداية في صورة الوضع عسكريا أو ميدانيا الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع في الوقت الحالي هدوء تام في مدينة حيز وانتشار كثيف للألوية المقاومة في كل المناطق التابعة لمديرية حيز، وكذلك منطقة بني بغيل ومنطقة المساجد التابعة إداريا للجراحي التي تم تحريرها أولى مدن الجراحي، وكذلك خط إعلاننا عن تأمين خط حيز الخوخة تأمين كلي وانتشار كثيف للمقاومة التهامية في المزارع الغربية من حيز، وكذلك نصب نقاط أمنية مشددة في خط حيز الخوخة. طيب ماذا عن غربا؟ يعني إذا ما تحدثنا على حيز من ناحية الشرقية، هل هناك تقدم؟ إلى أين وصلت القوات باتجاه يعني مناطق مقبنة وما شابه في الشرق والجنوب؟ قمنا بتأمين مديرية حيز بكيلوهات من المديرية، وكذلك لدينا خطط وبإسناد من مقاتلة التحالف العربي المتواجدة على مدار 24 ساعة لتأمين المديرية.
طيب الحديث عن قوات التحالف العربي، ما هي طبيعة القوات المشاركة؟ هل هناك يعني وجود على الأرض أم أن الأمور تقتصر فقط على الإسناد عبر طائرات التحالف، عبر الطيران؟ وجود على الأرض وكذلك الضرب للطيران مركز، وخاصة وجود على الأرض ألوية العمالقة وكذلك ألوية المقاومة التهامية ولواء حسن دوبلا والأخوة السودانيين. والحمد لله الوضع طبيعي، وخاصة نرحب بالنازحين مدينة حيث للعودة إلى منازلهم، وخاصة كمان رأينا الأمن والأمان بعد ساعات من تحريرها يوم أمس، والفرحة غامرة في وجوه الأهالي، وذلك بالترحيب بإخوانهم في المقاومة، خاصة وأنهم قد لاقوا العذاب والويلات والظلم من الميليشيات الإيرانية التي كانت تمارس بحق أخواننا مواطنين مديرية حي. طيب أرجو أن تتفضل معنا بالبقاء معنا. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن، قائد المقاومة من الحديدة الفندم عبد الرحمن حجري. أهلا بك فندم عبد الرحمن. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. إذن ما هي تفاصيل المعركة الدائرة اليوم لو تضعنا في سياق هذه التفاصيل؟ اليوم قد قسمت معركة التحرير، هي كانت من عام يعني لله الحمد والفضل استطاع والمقاومين الرجال انحسم المعركة في ساعات، والآن ما هي إلا جيوب منتشرة هنا وهناك يتعاملوا معهم الشباب المقاومين، وإن شاء الله نعتبر جيوب منها محررة. يعني الآن يمكن التأكيد على أن كل المديرية تحررت أم أن لا زال هناك جيوب لميليشيات الانقلاب في حيث أو في أطراف حيث؟ لا، مديرية حيث محررة إن شاء الله بالكامل، هناك بعض الجيوب في بعض المزارع، لأن الآن المقاومة التهامية وكذلك الجنوبية تستحم هذه الأماكن وتمشطها، وإن شاء الله طيب اليوم المحافظة زار حيث وزار المناطق الحكومية، وكان الوضع لله الحمد مستقر. أهالي حيث وأهلنا من أبناء حيث خرجوا مستقبلين مبشرين مهللين. نعم. طيب ويشكروا الله على ما منا لهم من النفس، وكذلك مجمل مع القطاعات التربوية وكذلك الخدمية يعني تعمل إن شاء الله في خلال هذه الفترة القصيرة، تعود في خلال يومين الأمور طبيعية وكأنها أفضل فيما كانت. طيب إذا ما تحدثنا عن يعني المعارك فندم عبد الرحمن حول حصيلة المواجهات التي حدثت، ما هي خسائر الميليشيا من تحرير حيث؟ كثير وفر منهم الكثير، وكانت لهم حيث يعني كما يقولون مقبرة الغزاة، على صورها تم دعس كم من متمرد من هؤلاء المتمردين من هذه الشرذمة الخبيثة التي عاثت في الأرض فساد. عشرنا منهم العشرات موجودين الآن في أيدي المقاومة التهامية وكذلك الجنوبية، وما زال الشباب يلاحقونهم، وإن شاء الله لن تهدأ لنا بال حتى نسترد كل شيء داخل سهامة، حتى نسترد صعدة، حتى نسترد صلاة إن شاء الله قريبا. طيب عندما تحدث فندم عبد الرحمن على الأهمية الاستراتيجية لحيث، ما الذي تمثله بالنسبة لخطة تحرير محافظة الحديدة بالكامل؟ أهمية حيث أهمية استراتيجية كبيرة، احنا نعرف انه خط امداد كان تعد كذلك من تطل ثلاث مديريات ثلاث محافظات تعز دمار وكذلك الحديدة. بتحرير حيث قطعت هذه الخطوط، وكذلك بتحرير حيث الآن المقاومة
واتحالف الأراضي لديهم مساران، ليس مسارا واحد، كان لدينا مسار حين دخلنا إلى مدينة الكوفة وهو المسار الساحلي. أما الآن لدينا مساران، مسار حيز الجراحي، وإن شاء الله إلى أن نصل بعد كيلو 16 ونحاصر جديد، وكذلك مسار آخر، مسار الساحلي، ونعمل جاهدين على تطهير هذه المناطق من هذه الشرذمة القديمة. طيب، إذا ما تحدثنا على أن حيس هي مدينة تطل، يعني هناك جبال حولها، هل يعني الآن تم تأمين المدينة بشكل كافي لحمايتها من أي محاولة للميليشيا للعودة أو حتى من قصف الميليشيات من الجبال القريبة من حيس؟ سيتم التعامل مع هذه الجبال، سيتم إن شاء الله تأمين حيث تأمين كامل، لأن الآن هناك خطة وضعها التحالف الأراضي وكذلك المقامة لتأمين مدينة حيث وتمشيطها وتأمينها وتأمين الأهالي وتوصيل الخدمات والحياة تعود إلى هذه المديرية التي ظلمت وقهرت بسبب دخول هذه الميليشيات الإجرامية الإيرانية. هناك عمل كبير يقوم به الشباب ويقوم به المقاومون إن شاء الله في الأيام القريبة، سيتم قضاء على هذه العصابة والجبال هذه المنطقة، سيتم السيطرة عليها إن شاء الله. طيب، دعنا نتحدث فندم عبد الرحمن على طبيعة مشاركة التحالف العربي في العمليات، ما هو الحجم هذه المشاركة؟ التحالف العربي ممثلا في المملكة العربية، مملكة الحلم، وكذلك الإمارات الخير، القوات الإماراتية تساندنا مساندة حقيقية، الطيران، الطيران التحالف 24 ساعة تحت طلب وجود يخطط ويراقب مسار المعركة بالكامل. وكما قلت لك الأخوة في التحالف العربي هم معنا جنبا بجنب وكتفا بكتف من أجل تحرير كل شبر داخل هذا الوطن الحبيب. طيب، التحالف العربي يعملون عمل جبار، عمل عظيم، لا يفعل إلا أن نشكرهم ونقول لهم شكرا على ما قدمتموه لليمن وتقدموه لليمن. طيب، هل الدعم الموجود لوجستيا كافي لكم لاستمرار المعارك وتأمين المناطق التي تم تحريرها، أم أنكم بحاجة إلى المزيد من الآليات العسكرية والدعم اللوجستي من التحالف؟ إلى الآن التحالف العربي يمشي بخطوات مرتبة ومدروسة، وكذلك كما قلت أنت من ناحية الدعم موجود والتواصلات موجودة، وما يحتاجه المقاتلون التهاميون وكذلك إخوانهم الجنوبيين يقذفوا التحالف العربي ويدعم دعم بما تتطلب مصالح العملية وبما يتطلب الوضع الميداني. أشكرك قائد المقاومة من الحديدة، كنت معنا عبد الرحمن حجري، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في زوايا الحدث. بالعودة إلى ركن توجيه المقاومة محمد شلي، دعنا نتحدث أستاذ يعني فندم محمد على أن هناك بعض العسكريين يقولون أن ميليشيا الحوثي ما زالت تهدد حيس، خاصة أن هناك مناطق جبلية مطلة عليها وهذه المناطق لا زالت بيد الميليشيا. إلى أي مدى ذلك يؤثر فعلا على استقرار المدينة وتأمينها من وجهة نظركم؟ المدينة مستقرة، وخاصة انتشار كما ذكرت سابقا بأنه يوجد انتشار كثيف لألوية المقاومة حول بالإحاطة على مديرية حيث لمنع التسللات التي تمارسها الميليشيات الحوثية، وتم التعامل معهم. طيب، هل هناك يعني نوع من التأمين لما قد يحدث من قصف من الجبال المطلة على حيس أو التي تشرف على حيس؟ كما ذكر القائد الشيخ عبد الرحمن بأن لدينا خطة، التحالف مقدم خطة على أنه يتم التحليق مستمر لمدة على مدار 24 ساعة، وكذلك أبطالنا يحيطون بالجبال من الجهة الشرقية. طيب، الآن طبيعة العمليات هذه، الآن المرحلة التالية من العمليات، هل ستكون بالتوجه شمالا نحو الجراحي وكذلك ربما بعد ذلك زبيد والتحيتة، أم أن هناك خطوات لتأمين
المناطق يعني وصولا إلى مقبنة في تعز. أما من ناحية تأمين المديرية حيث لله الحمد لأنه تم تأمينها، وإن شاء الله نحن هدفنا ليس حيث فقط أو الجراحي أو دبيب، هدفنا تحرير تهامة بأكملها وخاصة عاصمة الإقليم الحديدة، وإن شاء الله في القريب العاجل سوف نصل إلى الحديدة، ولن تمنعنا ألغام الميليشيات التي تزرعها ولن يمنعنا صواريخهم، فنملك قوة جبارة وأفراد يقاتلون لعقيدتهم ودينهم لرفضهم للروافض المجوس، وخاصة بعد رؤية ما يفعلونه الميليشيات بأهلهم وأخوانهم الذين ما زالوا يسكنون في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات، وبإذن الله سيتم تحرير الحديدة في القريب العاجل. طيب تحدثت عن الألغام، هل هناك يعني بالحديث عن الألغام التي تزرعها الميليشيات الإنقلابية، هل تم تجاوز هذه الإشكالية من حيث كاسحات الألغام وتواجدها لديكم؟ نعم تم تجاوزه، وذلك كما يوجد لدينا العسكريين الخبراء جغرافيا وكذلك بالطرقات وكذلك عمليات نوعية نفذها في أغلب الهجمات، وذلك لتفادي الخسائر بسبب الألغام، ولله الحمد تمت بنجاح كما لاحظنا ورأينا وسمعنا عن يوم أمس الذي قدمته المقاومة التهامية بتطهير المزارع الغربية ومشاركتها بتحرير مدينة حيس وكذلك وصولها إلى مفرق العدين الذي يشكل انكسار ظهر الميليشيات التي يعد الرابط بين محافظة الحديدة ومحافظة إب، وكذلك سيطر كما ذكرت سابقا سيطر المقاومة على مناطق تابعة للجراح منها المساجد وبني بغيل. الآن يعني هناك من يطرح أنه أثناء العمليات العسكرية ربما حدثت نوع من التجاوزات الأمنية خلال عملية التحرير مثل اقتحام المنازل أو ما شابه، هل هناك مراقبة لمثل هكذا اختلالات قد تحدث؟ لله الحمد أفرادنا يتحلوا بالأخلاق العالية، وكما تطرح لهم دروس في التوجيه المعنوي في مرات عديدة، ولله الحمد خاصة أبناء حيث كما لاحظنا بترشيب عالي لأخوانهم أفراد المقاومة. يعني أن تنفي مثل هكذا حوادث أو تجاوزات أمنية؟ لم يتم حاليا في حيث. طيب نرى صادقا. ماذا عن إدارة أمن حيث؟ هناك حديث على أنها سلمت لشخص من خارج المؤسسة الأمنية، هل هذا صحيح؟ لم يتم ذكر هذا الخبر ولا صحة لما تقول. طيب إذا ما تحدثنا عن الوضع بالنسبة للسكان فندم محمد، هل الأمور جيدة بالنسبة لهم؟ هناك يعني وعود بعودة الخدمات وما شابه، إلى أي مدى وجدتم الوضع بالنسبة للسكان في حيث بعد دخول قوات الجيش والمقاومة وكذلك من يدعمها من التحالف؟ الوضع طبيعي جدا في المدينة والحياة طبيعية وأفضل من سابق عندما كان في عهد الميليشيات الإجرامية، وخاصة كما رأينا زيارة الأخ محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن الطاهر الذي أشاد بما رآه في المديرية، وكذلك وعوده بأنه سيتم الدعم الطبي والدعم الغذائي من الحكومة الشرعية، ولله الحمد كما رأينا الهلال الأحمر الإماراتي تم توزيعه لمواد غذائية على أبناء المديرية. إذن أشكرك ركن توجيه المقاومة، كنت معنا عبد الهاتف من الحديدة محمد شلي، كنت معنا شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لعبد الرحمن حجري قائد المقاومة الذي كان معنا كذلك. إذا مشاهدينا الكرام كما قال القائد المقاومة التهامية وكذلك ركن التوجيه بالمقاومة
هناك تحرير لمديرية حيس، هناك تأمين لهذه الأماكن، وهناك محاولة لتثبيت عملية التحرير في المدينة في خلال هذه الأيام. وتحدث عبد الرحمن حجري قائد المقاومة على أن وجود المحافظ هو بمثابة الإشراف على محاولة إعادة الخدمات وتأمين الخدمات في خلال الأيام المقبلة القليلة القادمة. إذا كان هناك أيضا كما قال عبد الرحمن حجري أن هناك أهمية استراتيجية لتحرير مديرية حيس، من حيث أنها قد تكون أو هي محطة لتحرير بقية محافظة أو أنحاء محافظة الحديدة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. في ختامها شكرا لمتابعتكم، هذه تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميلة شروق القاسمي منتجة الحلقة، في أمان الله.